أعزائنا متابعي طقس العرب أرابيا وذر، نرحب بكم من جديد خلال هذا الفيديو التوضيحي الثالث الذي أعده كادر التنبؤات الجوية، وسنستعرض خلال هذا الفيديو التغير المرتقب مع العاشر من شباط الحالي، والذي يتمثل بمنظومة جوية فريدة من نوعها سنريد التحدث عنها بمزيد من التفصيل، حيث برز إلى الساحة سيناريو واحد رئيسي من السيناريوهات الرئيسية التي تعرض لها الزميل أسامة الطريفي خلال اليومين الماضيين. لعل الصفات التي يتمتع بها هذا السيناريو سنقوم بالخوض فيها حاليا. هذا السيناريو يبنى على مرتفع جوي في المملكة المتحدة وشمال أوروبا، ينتج عنه توجه لكتلة هوائية قطبية المنشأ وشديدة البرودة من مناطق شمال القارة الأوروبية عبر وسطها إلى جنوبها، وثم إلى الحوض الشرق الحوض البحر الأبيض المتوسط بجزئيه الأوسط والشرقي. هذه الكتلة الهوائية قطبية المنشأ ستعمل بعد مشيئة الله وبتوافر الظروف الملائمة على نشوء منخفض جوي عميق في منطقة الجزر اليونانية إضافة إلى تركيا. هذا المنخفض الجوي صراحة يتسم بدرجة قياسية في العمق وتطرف قيم الضغط الجوي السطحي المرافق له في تلك المناطق التي هي الجزر اليونانية وتركيا. أما سنستعرض معكم الآن احتمالية توجه هذه العاصفة شرقا من عدمها والظروف السلبية والإيجابية المؤثرة عليها، وخاصة عندما يتعلق الكلام في المملكة، حيث نلاحظ معكم تواجد مرتفع جوي في القارة الأوروبية. درجة توغل المرتفع الجوي في القارة الأوروبية مهمة لتوجه هذه الكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث نلاحظ تمركزها الآن فوق الجزر البريطانية إضافة إلى شمال أوروبا. توغل هذا المرتفع باتجاه الجنوب الشرقي سيعمل على توجه الكتلة الهوائية قطبية المنشأ نحو الزاوية الجنوبية الشرقية من البحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة. هذا عامل واحد إيجابي. أما الناحية السلبية من هذا العامل هو عدم توغل هذا المرتفع الجوي وبقائه في تلك المناطق، ذلك لا يعمل صراحة على توجه الكتلة الهوائية بذلك الطريق، ويعمل على توجه الكتلة الهوائية الباردة والمنخفض الجوي العميق المرافق نحو تركيا، ويصيب بذلك جمهورية لبنان إضافة إلى سوريا، وبتأثير أقل بكثير على المملكة. أما العامل الآخر المهم، حيث نلاحظ في هذه الخريطة تواجد مرتفع جوي في شمال القارة الأفريقية، لكن هذا المرتفع الجوي غير مؤكد كما هو في الحالة الأوروبية. هذا المرتفع الجوي محتمل في هذه المنطقة. طريقة تكون هذا المرتفع الجوي توجهه نحو الشمال نحو القارة الأوروبية وطبيعة اتصاله بذلك المرتفع الجوي ومدى عمقه في نفس الموقع يعمل بذات الظروف على انحدار تلك العاصفة والكتلة الهوائية الباردة المرافقة نحو المملكة من عدمه، أي بتوجهها بعيدا نحو تركيا وسوريا إضافة إلى لبنان، وبتأثير أقل عن المملكة. هذه السيناريوهات الجزئية، لعلنا نسميها الجزئيات خاصة بالسيناريو الرئيسي، تتضح بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة. كما تحدثنا عن السيناريو الرئيسي قد برز إلى الساحة، وهو توجه كتلة هوائية قطبية المنشأ نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ونشوء متوقع لعاصفة قوية في هذه المناطق. أما خلال الفترة القادمة لقد تعرضنا في فيديوهات سابقة إلى احتمالية استمرار توجه المنخفضات الجوية مع كتل هوائية باردة للمنطقة. بحمد الله لا تزال هذه الإشارات متوافرة بحسب التحديثات الحالية لدينا في كادر التنبؤات الجوية، وسنستعرض معكم هذه الخريطة التي عرضناها سابقا والتي تبين تواجد مرتفع جوي في مناطق واسعة من القارة الأوروبية. سيعمل هذا المرتفع الجوي على دوران الهواء القطبي حول هذا المرتفع الجوي وتوجهه إلى الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي احتمالية نشوء منخفضات جوية قد تكون قطبية في الفترة المقبلة التي تختص بهذه الصورة خلال الأسبوع الثالث والرابع، وذلك يعني استمرارية الأجواء الباردة والشتوية الغائمة والممطرة وربما تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية. هذه الخريطة الجوية كما ذكرنا إشاراتها ثبتت خلال الفترة الماضية. سنقوم معكم خلال الأيام القادمة بعرض تفصيلي أكثر للمنخفض الجوي المرتقب مع العاشر من شباط الحالي، إضافة إلى مزيد من التحديثات حول هذه الوضعية الجوية في حال ثباتها. تابعونا.